الرحمن الرحيم اينما كنتم مشاهدي الافاضل نحييكم ونلتقي بحضراتكم مع ثاني مباراه لبرشلونه على الكامب نو في دور هذا الموسم بعد مباراته الافتتاحيه التي فاز فيها على ديبورتيفو الافيس بثلاثه اهداف مقابل صفر ثم فوزه على بلد الوليد بهدف مقابل صفر. واليوم يستضيف الصاعد الجديد نادي ويسكا الذي حقق نتيجتين رائعتين ويلعب اليوم ثالث مباراه له خارج القواعد، هكذا ارادت الرابطه الإسبانية المحترفة لكرة القدم بالنسبة للصاعد الجديد الذي حقق 4 نقاط من مباراتين خارج الديار. فاز في اللقاء الأول على أيبار 2-1 وتعادل في بلباو الأسبوع الماضي بهدفين لهدفين. يلعب اليوم واحدة من مباريات الموسم، واحدة من مباريات العمر. يهاجم هرنانديز يوصل على الجهة اليمنى لصالح غير بابا. خطيرة، جول خطيرة، جول وافتتاح مجال التسجيل. كوتشو هرنانديز الكولومبي الصغير المعار من واتفورد يفتح مجال التسجيل، يسجل هدف تاريخي له امام البارسا في الكامب نو من اول لعبه من هنالك على الجهه اليمنى في القائمه الثانيه. جول فعل ويسكا وسجل في الكامب نو بكوتشو هرنانديز الذي يسجل اول اهدافه في دور الدرجه الاولى في بطوله لا ليغا لهذا الموسم. جوردي البا الكره البينيه، جوردي البا يبحث عن ديمبلي، ديمبلي مع سواريز والكره راحت بعيده تماما. ضربه الخلف لجوردي البا، البا كوتينيو عرضيه بعيده تماما تحت يد هنالك. ميسي صاحب هدفين هذا الموسم. ديمبلي فات الكره، لونجو مازال لونجو لولو لونجو وبيكيت الان عثمان دخل، ديمبلي مازال دبوبا رائعه المراوغه والتغطيه الدفاعيه من هنالك عن طريق المدافع اتشيتا خلى الكره راح الضرب. مازال سواريز بابا بابا الدفاع بعد 14 دقيقه لعب. ليو ميسي ضاعت الكره، الخروج موفق من هنالك واصطدام المدافع بحارس فيرنر. لعبه رائعه جدا وفيرنير يبقى ساقط على ارضيه الميدان. تدخلينيو راكيتيتش، راكيتيتش ليو ليو ويلا ريو بابا با خطيره. جول يا سلام عليك يا ليو، استلمها باليمنى دخل باليسرى وسددها باليمنى. جول يعدل النتيجه ليو ميسي بالبراعه اللازمه. نعم فعلها البرغوت، فعلها ليو العملاق وسجل الهدف في منتهى الروعه، هدف رقم 386. ليو 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 هاي الهتافات التي يعشقها جمهور الكامب نو. الليله منه ليو ارضيه بابا 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 يحاول يمر، ديمبلي مازال يرجع لراكيتيتش يطلب. رائعه التسديده من قبل راكيتيتش ورائع الارتماء من فيرنير يخرج الكره للركنيه. هايلك عثمان ديمبلي، ديمبلي والتوزيع وبين احضان الحارس فيرنير. هرنانديز راح انطلق كره خطيره يصل على ناصر ويسكو التسديده. ميسي، ميسي مازال، سواريز على الجهه اليمنى، ميسي مازال يوصل على سواريز، دخل ميسي بالراس. ميسي وصلته، ميسي مع سواريز يراوغ، ميسي يدخل، ميسي والكره في الركن الا وتكون الكره خطيره. ممتازه الكره، جوردي البا يدخل، جوردي اي 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 جول بنيران صديقه. ياتي الجول الثاني من لعبه رائعه من هنالك. جوردي البا في التوغل، جوردي البا في التمرير، الحكم هل هو يسال ان كان خطا ام لا؟ قيل له على الجهه اليسرى وصلت مباشره للخطيره وقل المكان لليو ميسي. ليو ميسي رائعه التمريره في اتجاه سواريز. الظروف يجي الاول ثم الثاني قريب. هاي الكره سيرجي روبرتو خروج موفق من الحارس. رجعت ليو حاول يمر، ميسي لديمبلي، ديمبلي داخل منطقه. اوبا بابا با رائعه، تسديده من اروع ما يكون من ديمبلي، حتى لمست العارضة الافقيه ام لا؟ اعطونا الاعاده. ليو هايله، ليو بابا بابا رائعه. جات اليمنى التوغل داخل منطقه عمليات، ولا خطيره التسديده تشتيجن يريد ان يسجل. مازال ميسي ولكنها عالية، مرت شوية عالية الكرة هذه من ليو ميسي. ليو
كوتينيو يطلع مع جوردي ألبا وصلاته موش متسلل دخل جوردي ألبا سوارازو جول جوردي ألبا سوارازو جول هدف ثالث لبرشلونة هدف أول لسواريز هذا الموسم عند الدقيقة 39 من عمر المباراة هل هناك وضعية تسلل أم لا لعبة رائعة جدا سواء كان وضعية تسلل أم لا اللعبة في اتجاه جوردي ألبا كان مدربا لبرشلونة وكان جوردي بابا جول هدف ثاني من غيار الذي يسجل هدفه الثالث هذا الموسم في غفلة من دفاع برشلونة يأتي الجول عند الدقيقة الثانية والثالثة والأربعين من عمر هذا الشوط الأول 3-2 صارت النتيجة 5 أهداف شاهدناها لحد الآن هدف ما زال البرازيلي من هنالك يلعب با 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 رائع لم نشاهد فقط 5 أهداف ولكن شفنا روائع في هذه المباراة في تمريرات فين على برشلونة في الكامب نو ميسي بابا با جول بابا 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 ضربة في العارضة الأفقية هاتية ضربة في القائم وخرجت من ليو ميسي كم كانت ليو ميسي في الجهة المقابلة فيرنير والكرة خطيرة ديمبلي يسجل الرابع عثمان ديمبلي للبارسا الثانية له هذا الموسم كرة سريعة وانطلاقة رائعة وتمريرة أروع ديمبلي يسجل الرابع وأكيد برشلونة سيجعلنا اليوم نستمتع بمهرجان من الأهداف وبرشلونة يريد أن يعاقب راح دخل سواريز واصل يدخل سواريز وبرنار كاد يفعل لويس سواريز ويسجل ثنائية بدأ يلعب بينية كوتينيو ليو ليو بابا خطيرة جول هدف خامس من راكيتيتش في الدقيقة 7 من انطلاقة الشوط الثاني نعم فريق برشلونة بصدد معاقبة ويسكا تسجل عليه الأول ثم الثاني فالثالث الرابع والخامس في بداية هذا الشوط الثاني في ظرف 7 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني يسجل خماسية أهداف 3 مباشرات لديمبلي ديمبلي بابا بابا سيرجي روبرتو بدوره قال كان يريد أن يقول أنا أيضا أسجل ليس أنتم فقط كرة بينية والانطلاقة من كوتينيو والحارس كوتينيو والحارس ينقذ مرماه ليو ليو يوصل من هنالك على الجهة اليمنى جول فتح عدادك في الدوري مؤجل كرة الرأسية هنا بابا بابا رائعة ميسي 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 جول ميسي ثنائي اليوم ميسي يسجل هدف آخر هو الرابع له هذا الموسم يا سلام من أروع ما يكون التمريرة من كوتينيو ليو 6-2 صارت النتيجة الآن مهرجان من الأهداف وضريبة واحد من الرؤوس بيكي موجود ليو محتفظ بها كوتينيو وتسترجع الراكيتيت والتسديدة بعيدة كوتينيو مازال سواريز يراوغ ويدخل سواريز مازال سواريز 4 بالنسبة لفريق ويسكا الكرة لراكيتيت يرفعها في القائمة الثانية فريق ويسكا على الجهة اليمنى 2 لاعبين أمام 4 تسديدة ولكن بعيدة ليو سيسجلها ليو بابا 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 جوردي ألبا يسجل هدفه الأول هذا الموسم والهدف 7 لبرشلونة جوردي ألبا الذي أدى موسما رائعا العام الماضي 2 أسيست